وللوقوف على آخر التطورات في حماة، ينضم إلينا صالح الحموي مراسل مركز عاصي بريس من ريف حماة. يعني سيد صالح، بداية لو تضعنا في صورة آخر التطورات العسكرية شمال حماة. نعم أختي الكريمة، لا تزال المعارك مستمرة لليوم السادس على التوالي على جبهات ريف حماة الشمالي، حيث تمكن الثوار البارحة من صد محاولة تقدم لقوات النظام على قرية معردس وقتل أكثر من 10 عناصر وأسر 7 آخرين من قوات النظام. كما أعلن جند الأقصى عن إطلاق مروحية إطلاق طائرة حربية ولأول مرة قصف مواقع قوات النظام في بلدة معردس، وأكدوا عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام داخل مدينة على جبهة مدينة معردس. كما تمكنت كتيبة الميم دال التابعة لجيش العزة من تدمير طائرة مروحية روسية أثناء هبوطها في رحبة مدينة خطاب نتيجة استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. وكما أعلنت صفحات موالية للنظام عن مقتل العقيد محمد علي حبيب من مدينة جبلة والمقدم على أحمد ديوب، كانوا على متن الطائرة التي سقطت. وكما تمكن الثوار من تدمير دبابة على حاجز سليوط بصاروخ مضاد للدروع. نعم. كما شن الثوار هجوما عنيفا بعد تمهيد مكثف بالدبابات وبراجمات الصواريخ على بلدة معان البارحة، وتمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية وقتل وجرح عدد من قوات النظام. ولا طيب تزال نعم سيد صالح، يعني الثوار يستهدفون بشكل مكثف مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين، هل هناك نية لدى الثوار لاقتحام هاتين المنطقتين؟ نعم أختي الكريمة، أكد الرائد جميل الصالح قائد جيش العزة أن التقدم مستمر إلى جبل زين العابدين، وأعلن في حال تم السيطرة على جبل زين العابدين سقطت مدينة حماة وسقط مطار حماة العسكري وسقطت بلدة قمحانة الاستراتيجية الموالية للنظام أيضا. طيب بالنسبة للأهالي النازحين، هل لديك تفاصيل أين توجهوا وكيف تبدو أوضاعهم؟ نعم أختي الكريمة، هناك عدد كبير من الأهالي في ريف حماة الشمالية، أهالي مدينة صوران وطيبة الإمام وحلفاية وعدة قرى أيضا كانوا ضمن مناطق سيطرة النظام. الأغلبية منهم خرجوا إلى المناطق المحررة، وأيضا خرج قسم منهم إلى مناطق سيطرة النظام. وكما نشاهد جميعنا على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للنظام أن النازحين يجلسون إلى الآن في الحدائق وفي المناطق العامة في مناطق سيطرة النظام. أما جميع الأهالي الذين جاءوا إلى المناطق المحررة تم تأمينهم وإخراجهم من مناطق القصف من قبل الثوار وتأمينهم في أماكن آمنة. نعم، شكرا لك صالح الحموي مراسل مركز عاصي بريس، كنت معنا من ريف حماة.